في حالات نصب كتير جدا. طيب تحب تقول دلوقتي على الهواء مباشره في جروب ايه فيك على الفيسبوك الناس ما يبقاش لها علاقه بيها؟ احنا احب اوضح نقطه اهم يلا. ان احنا جروب جت في السوسته هو جروب سري مش هيكون موجود على السيرش، يعني لو حضرتك دخلت عملتي كتبتي جت في السوسته في سيرش على الجروبات مش هيظهر لك لانه جروب سري. ها. مش هيظهر في السيرش. ازاي تدخل جروب جت في السوسته؟ لازم يكون عضو داخل الجروب وصديق عندك على الفيسبوك هو اللي يقدر يضيفك. دي نقطه. اوريدي الجروب كده سري مش موجود على السيرش، اي جروب يظهر لك على السيرش اسمه جت في السوسته ده مش تبعنا نهائي. عدد طب هم بيخشوا ازاي؟ عندنا صفحه رسميه برضو احب اكد عليها، الصفحه الرسميه اللي جت في السوسته اوفيكال جت في السوسته. دي المنبر الاعلامي بتاعنا اللي احنا بنوضح للناس عليها البلو مارك ولا لا؟ عليها البلو مارك بتاعنا تمام. وبرضو اوريدي في ناس استغلت الاسم وعملت بيدجات على الفيسبوك وبرضو بتنصب على ناس وبتوجهه لتوجيه سلبي. فاحنا ملناش غير صفحه رسميه وما لناش غير جروب سري. الجروب السري وما بيظهرش في السيرش، الصفحه الرسميه متاحه للناس كلها. طيب